اهلا وسهلا ومرحبا، وكيف نتوما؟ كيف خيالين؟ كيف عاملين؟ واش غادي نقول لكم؟ انا اليوم جيت نعمل لكم هذا الفلوغ هذا في شهر سبتمبر. هذه العومه ديالي الاخيره في هذا ان شاء الله في هذا الموسم هذا الصيفي. كنا جالسين حتى قررنا غادي نجيو مع العائله من هنايا، غادي نرجعوا بحالنا نصطيحه، وغوزنا هذا الويكاند هنايا. واش غادي نقول لكم؟ ويكاند اكثر من رائع، قد ما البحر تشوف كيف هو طاسه وسخيخن وصافي، قد ما خاوي يعني كازي غير ديالنا بوحدتنا، يعني كنعوموا قلالين حنا. تشوف الجهه ديالنا فين حنايا، يعني تقريبا بوحدتنا ما كاين حتى شي واحد. الكوستا يعني تقريبا خاويه مره. وهنايا اللي تار انتباه ديالي باش قلت ارا نصور هذا الفيديو هذا، هو انه فهاد لا بيريود هادي كيبداو يعطيوهم الرخصه انهم، حيت نورمالمون في الصيف ما كيكونوش هنايا هاد الفلايك ديال الصياده. دابا جينا جبرناهم في هذا الموطع، يعني عاطينو من الموسم ديالهم ديال الصياده. واجا واحد المنظر غريب، انا عمري في حقيقه ما شفتو الصراحه، عمري ما شفت هنايا الفلايك على الحاشيه البحر حتى لاول مره. ايوا قلت علاش لا نصور معكم. هما دابا كيستعدوا غادي يمشيو غيخرجوا مورا العصر، كيخرجوا مورا العصر وكيجيو مورا المغرب. هادو هنايا باش كيهبطوا الفلايك كيعملوا لهم هيدا باش كيهبطوا. ها هما كيوجدوا الشباكي ديالهم. زعما الصراحه الجو غزال 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 على داكشي. قلت انا والله حتى نعمل شي فيديو خفيف وظريف على هاد الشيء هذا صراحة. شوفوا على منظر، وقلت علاش لا نقل معكم هاد المشاهد. غزال يا والله الا قلت ارى هنايا نجي تشوفوا معايا عاود الجو في شهر 9. انا بحقيقة صافي كنت جمعت وطويت وسالينا من شي بحر، سالينا من كل شيء، ولكن عاود بيسكو هذا النهار هذا وخرجوا عرفتي شي ايام متفنين، عرفتي واحد القوايل وغزال غزال غزال. الايام متمزيونه بحال اللي تقول الصمايم، قد ما الجو مزيون صافي، قد ما البحر طاسه ما كاينه شي فيه اكوا بيبا، يعني قليله كاينه قليله يعني ماشي بحال اللي كانت في الصيف. انا بعدا ديجا ملي جيت في الصيف ما كانوش ما خرجوش نهار كاملين مزيانين. بالحق دابا على داكشي قلنا قررنا ارا نجيو هاد اليومين هادي، نكوزو هاد الويكاند بيسكو القرايه غتتأنف حتى لواحد اكتوبر. قلنا ارا نكوزو هاد الويكاند ان شاء الله، وقلت وارا نجيبكم معايا تشوفوا هاد الجو، تشوفوا عاود الصيحه بواحد النظره اخرى، جو اخر يعني خاويه. الجو مزيون، البحر مزيون، وانا قلت والله حتى نجيب معايا الحبايب ديالي نجيبو معايا لهنايا. حنايا ان شاء الله اليوم الحد، يعني حنايا غادي نخرجوا غادي نعوموا. دابا حنا عمنا ديجا، عمت انا هذا النهار، البارح ما قدرتش نعوم لان جيت مهلوكه، لان كتعرفوا مورا اسبوع ديال العمل كيبغي الانسان يرتاح. البارح ما قدرتش نعوم، ارتحت اليوم صبحت ان شاء الله عمت. ان شاء الله غادي نكمل معكم هذا النهار ديالنا، تشوفوا شنو غادي نعملوا. ماشي شي حاجه كبيره، انا قلت لكم حيت جينا ما جبناش حتى حاجه، جينا اولين غادي الاكل والشرب على برا. صوف كو خرجت لينا واحد العراطه، عطتنا واحد السيده الله يجازيها بخير الله يكثر خيرها. ساعتك غادي نشوفوا ديك ساعتك الجمع تكونوا معنا، وديك ساعتك حين كنا مورا العصر ان شاء الله غادي نشبر الطريق، لان انتم عارفين اننا خاصني نكون تطوان قبل 9 الليل. ايوا ها انتم معايا، بقاو معايا باش نكملوا هذا الفيديو. هذا فيديو خفيف وظريف، غير المهم تكونوا معايا وتشوفوا الاجواء، تشوفوا الروتينات اليوميه ديالي وفين كنقيل وفين كنمشي وفين كنجي باش تعرفوا عليا اكثر. هنايا هي العرفه ديالنا اللي كتكون السيده اللي عرضتنا الله يكثر خيرها، كرماتنا اخر كرم زعما ما شاء الله. واش غادي تكون لا دجاج كيحمر ولا طاجين ولا زعلوك جديده ولا زعلوك ديك الدنجال، ديك شيء رائع صراحه. الله انا حتى بدينا ناكل الكسوف التي نصور، خاصني نصور الطبله ديالنا فعلا. ايوا هنايا وصلت الساعه ديال العوده، حنا صافي غادي راجعين في حنا. شوفوا ها هو البحر كيبقى تحت، دابا الضبابه ما كيظهرش البحر مزيان. ها هو شفتوا
الطبيعيه. ايوا هنايا غادي نقول لكم الى اللقاء مع السلامه. فعلا هذا فيديو كان قصير غير باش نوريكم انا بحال اللي قلت لكم تشاركوا معايا لي زاكتيفيتي اللي كنعمل والنهاره في كنكون وهاد المناطق هذه اللي فعلا كتستحق الزياره وكنشجع الناس كاملين يجيو يزوروا هاد المنطقه لان هاد المنطقه بحال اللي كنقول لكم دائما كتجمع بين الطبيعه ديال البحار والجبال وكلشي كلشي فيها واحد الشيء غريب وعاد واحد الراحه نفسيه كتجي فيها اللي هي ما كيعرفها وما كيحس فيها غير اللي جا زار هاد المنطقه هذه. ايوا هنايا غادي نقول لكم مع السلامه الى اللقاء نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. ما تنساوش بحال اللي كنقول لكم دائما تشجعوني باش توصل هذه القناه حتى هي بحال خواتها و تلايكيو وتبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء. دائما فعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. الى اللقاء.